لفريق اسوان وهو حارس مرمى او حارس المرمى الاول او الثاني، يعني هو منافسه بينه وبين محمد صبحي مين يبقى اول او ثاني في المنتخب الاولمبي، واحد من افضل الحراس هذا الموسم. اعتقد انها مباراه صعبه وصعبه جدا، تحديدا كمان بن شرقي لسه هيجي بكره ساسي والوضع بتاعه واللي احنا عارفينه والكلام الكتير حوالين فريق نادي الزمالك، وكأن فريق نادي الزمالك. انا مستغرب جدا من المواقع ومن البرامج ومن الصفحات ان الكل لا يتحدث الا عن صفقات الزمالك المحتمله، ومحمد مجلي وقع لنادي الزمالك وفي كلام على محمد ابراهيم وباسم مرسي احتمال يجي وصالح جمعه في الدماغ، والنهارده جابوا واحد كده عنده 32 سنه والله ما فاكر اسمه واول مره اسمع عنه، ووكلاء داخله ووكلاء خارجه وناس بتكلم ناس. الكلام ده كله ما كانش في نادي الزمالك. يعني انا لما دخلت المنظومه وقربت من نادي الزمالك كراجل اعلامي انا ما شفتش الكلام ده الا الايام دي، ما شفتش الكلام والاخبار الوارده والاخبار الكتيره جدا على كل المواقع ان ما فيش نادي في مصر بيدعم صفوفه او هيستغني عن لاعبين في مصر كلها الا نادي الزمالك. ولو حضرتك جبت اي موقع من المواقع وجبت اي برنامج من البرامج هتلاقي ان 80 او 70% مفروض البرنامج لنادي الزمالك، وكأن مصر ما فيهاش الا نادي الزمالك. على فكره يا جماعه النادي الاهلي نادي كبير قوي، كبير قوي قوي وبيبيع. مش دايما كنا احنا دايما بنعيش حياتنا او عشنا حياتنا كلها ان دايما بتتصدر لنا فكره ان النادي الاهلي بيبيع؟ طالما النادي الاهلي هو اللي بيبيع يبقى اخباره الكتيره جدا هي اللي هتبيع، وهي اللي هتجيب نسبه المشاهده الاكبر، او هي اللي هتجيب نسبه البيع او الشراء الاكبر فيما يتعلق بالمطبوعات الصحفيه زي ما احنا عشنا حياتنا كلنا، ده اللي بيتقال لنا. فانا مش متخيل فكره ان نادي الزمالك هو اللي بيتصدر دائما وابدا المشهد دلوقتي فيما يتعلق بين مين اللي ماشي ومين اللي قاعد. على فكره يا جماعه بالمناسبه فاضل الزمالك مثلا بتاع 15 مباراه كده ولا حاجه الموسم ده، يعني لسه الموسم ما خلصش ولسه فاضل 3 شهور على نهايه الموسم، يبقى انا ازاي اتكلم من النهارده على ان مين ماشي ومين قاعد؟ واشمعنى الزمالك وابو جبل ماشي؟ واي اسم ما بيجي على دماغ، وفي مواقع على فكره بدات انا اركز معاها بس انا مش هذكرها، مش هذكر هذه المواقع، يكتب الخبر واللي كاتب الخبر ما يحطش اسمه. يعني خبر مثلا ايه؟ تمرد محمد ابو جبل. فالخبر يشدني من بره كده فادخل اشوف مين اللي كاتب الخبر من المحررين مش كاتب اسمه. ذكر مصدر او ايه يعني او المح مصدر داخل نادي الزمالك ان هناك خلافات بين محمد ابو جبل وفريق الكره والجهاز الفني وبتاع، وخبر مضروب مليون في الميه. فكلام بنسمعه غريب جدا. النهارده محمد مجلي يوقع لنادي الزمالك، هو النهارده خرج التصريحات من مسؤول المقاولين المحترمين ان هناك مثلا زي ما حصل في قصه سيف الجزيري ان هناك مفاوضات بين الزمالك والمقاولين فيما يتعلق بمحمد مجلي. انا اعرف ان ده الخبر، وعلشان كده انا يسعدني دلوقتي ان يكون معايا المهندس طبعا والرجل الجليل الفاضل المحترم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر، نداء لاهل الخير. مسجد التقوى بقرية أسعد محافظة الشرقية يناديكم أهل الخير لإكماله. يحتاج المسجد لعشرة طن حديد وخمسين طن أسمنت وتلتمية متر رمل وزلط ومية وخمسين ألف طوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة.